أسلحة كبيرة جدا في قلب المناطق الحضرية الكثيفة بالسكان، تلك التي استخدمتها إسرائيل في حربها على قطاع غزة وفق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. الصحيفة قالت في تقرير لها إن إسرائيل ألقت على غزة قنابل أمريكية الصنع تزن نحو طن، يمكن للواحدة منها تدمير برج سكني كامل. وبحسب خبراء عسكريين قابلتهم الصحيفة، فإن إحصاء أرقام الضحايا بعد 50 يوماً من الحرب يظهر أن معدل القتل الفلسطينيين له سوابق قليلة في هذا القرن. مارك جارلاسكو مستشار عسكري ومحلل استخبارات كبير سابق في البنتاغون قال إن ما فعلته إسرائيل لا يشبه أي شيء رآه في حياته المهنية. الصحيفة أشارت إلى أنه حتى عند الهجوم على داعش في المناطق الحضرية في الموصل والرقة تم استخدام القنبلة الجوية الأمريكية الأكثر شيوعاً التي تزن نحو 250 كيلوغرام وهي كبيرة جداً بالنسبة لمعظم الأهداف هناك. أما في قطاع غزة المنطقة الأعلى كثافة سكانية في العالم فقد ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل تزن طناً، وهذا ما جعل وتيرة الوفيات استثنائية.